انه لما يبقى في عقبة تمنع المركبة من السير لابد من ازالتها، وبعد ذلك نبدأ بتمهيد الطريق ثم تسير العربة. هناك مؤسسات لابد ان تبنى، من اهمها مؤسسة القضاء، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات التعليمية، مؤسسة زي وزارة الداخلية نفسها لازم تتبني برضو. يعني وزارة الداخلية هذه مؤسسة مهمة جدا ولابد أنها تكون موجودة، ونحن لسنا ضد وزارة الداخلية، نحن نريد من هذه الوزارة أن تلتزم بالقانون، شأنها شأن كل مؤسسات الدولة. شروط تعاقد، يعني شروط التعاقد في مجتمع كامل. بالضبط، هذه المؤسسات لو ضمنت لي قضاء مستقل وإعلام حر سيرشد نفسه بنفسه قبل ما حد يقول اللي يعلم فلات والقصية، وتعليم متميز موضوع له خطة نتيجة أبحاث وعقول المصريين في الداخل والخارج، عباقرة مصر يعني يوصلوا الحل في ما حدث في التعليم. أيضا مؤسسة زي مؤسسة الداخلية بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية المختلفة. عارف واحنا بنتكلم دلوقتي لفت نظري لحاجة مهمة. اتفضل. كان ممكن نقعد مع أجيال من الستينات وبداية السبعينات، أدباء أو صحفيين أو فنانين ملحنين، يعني من أهل الثقافة والموهبة، كان ممكن نقعد نتكلم معاهم في شأن عام. من السبعينات لغاية 2011 تقريبا ما بقاش عندنا الشاعر السياسي أو الكاتب السياسي. فعلا؟ قولي لو أنا غلطان. يعني هل إحنا راجعين دلوقتي بجيل جديد أيضا يظهر ما بعد الثورات؟ هل إحنا راجعين دلوقتي بجيل جديد الشاعر اللي ليه موقف، الإعلامي اللي ليه موقف، الكاتب اللي ليه موقف؟ في فترة كده ما كانش ده موجود، كان في فنان أو أديب أو مثقف مرتبط أو بعيد عن سلطة بس. هل إحنا رجعنا لجيل جديد دلوقتي بيظهر؟ لا، أنا أعتقد أن مصر كان دائما هناك المثقف العضوي المنتمي صاحب الفكر صاحب التوجه، كان موجود دائما. طبعا ربما بسبب تراجع دور الثقافة عموما في عهد الرئيس المخلوع، 30 سنة من تهميش الثقافة وتسطيح المجتمع، يعني في أواخر السنوات أصبحت الوطنية تكاد تكون مرادف لتشجيع المنتخب الوطني يعني. ففي ضوء هذا الأمر بتصبح الصدارة والمجتمع يعرف من هم في مجالات معينة ليست من المفروض أن تكون في الصدارة، ويتراجع دور المثقف، ويتراجع دور رجل الدين، خصوصا رجل الدين الواعي أو اللي عنده فكرة، يتراجع دور الإعلامي المحترم، يتراجع دور كل أصحاب الرسالات، لكن موجودين في الظل، موجودين في الظل. بتحس بإيه لما حد يقول إنه عبد الرحمن يوسف برغم الدواوين، برغم الإصدارات، برغم النشاط الأدبي المعروف قبل يوم 25 يناير، ربما هيكون مولد جديد له على المستوى الأدبي أو الشعري؟ وده برضو يعني في نجوم كبار وعظام في كل المجالات ارتبطوا ب 23 يوليو. أنت تعتبر نفسك مرتبط ب 25 يناير؟ والله الأيام تثبت، يعني ما أعتقد أنه هو السؤال يتعلق بما سيحدث أو بما سيكون أكثر مما هو متعلق بما كان. أنا بالنسبة لي أنا بدأت رحلة إشهار آرائي السياسية أو قصائدي السياسية في 2004. طيب يعني لما قلت 2005 ما كنتش متأخر أبدا. ما كنتش متأخر لا. وبالتالي يعني كان هناك تراكم. ماذا سيحدث بعد الثورة؟ في ناس بتقول لي انت خلاص يعني مش هتلاقي شغل يعني. على أساس ان ليك بضاعة معينة او ليك خامة معينة شغال عليها وبس يعني. بص، هو السؤال يعني هو العبارة خادعة جدا. مسألة انه الهجاء السياسي هو ربما أكثر مراج من أشعاري، ولكن هناك سؤال فني يتعلق بهذا الأمر، هو من هو البطل؟ البطل خلال الفترة الماضية كان من يقول لا، اللي وقف وقال لا بصوت عالي
الناس اعتبرته بطل. طبعا كله دلوقتي بيقول لا ما اثر رجعي. ولكن انا اعتبر انه هذا تحدي ثقافي، لانك ستعيد تعريف البطل، وممكن البطل يكون اكثر جاذبية من الناحية الفنية، بمعنى انه دلوقتي البطل مش هو اللي هيعلن موقف سياسي، لا هو اللي هيعلن موقف جمالي، او ما هيكتب قصيدة اكثر جمالا. انا بالنسبة لي يعني كنت بعتبر انه السياسة صداع احيانا يخرجني عن سياق ما اكتبه، وايضا في كمية طاقة سلبية، ان انت بتحب الوطن عن طريق كره اعدائه، بتمارس الحب بالكره. في نفس الوقت الهجاء السياسي تجربة اقرب الى السطح منها الى العمق، ليس الهجاء السياسي هو التجربة الاكثر عمقا، خصوصا بالنسبة لاصحاب المواهب الكبيرة. الهجاء السياسي يعتبر اهدارا للموهبة الكبيرة. طيب قبل ما اسألك ايه هي القصيدة البطل دلوقتي، وهل تفرغت من الصداع؟ يعني ابتديت تسحب الصداع، الواحد لما الصداع بيروح من دماغه بيبقى عنده اعراض انسحاب برضه ولسه تعبان شوية. هل في قصيدة بطل دلوقتي؟ هل الصداع بدأ يروح وتشوف هو انتاج مختلف، ام لسه في قصيدة مركز عليها؟ هقول لك حاجة. مريت بمراحل في تجربتي الشعرية. فترة 2004 و2005 كانت الفترة بتاعت حركة كفاية ولا للتمديد ولا للتوريث ومظاهرات، والدنيا كانت مشتعلة. في هذه الفترة نبهني أحد أساتذتي إلى موضوع أنه لا ينبغي أن تهدر موهبتك في الهجاء، وبالتالي أنا تنبهت من وقت مبكر نسبيا إلى هذا الموضوع. طبعا لم أستطع أن أمتنع عن ممارسة هذا الموضوع، ولكن هذا لا يمنع أنني كنت حريصا ومنتبها على توسيع التجربة الإنسانية والشعرية أكثر من هذا الحدود. لذلك عندي يعني ربما يعني هذا آخر دواويني في صدر في أواخر 2008. هذا الديوان أغلبه شعر، حتى وإن كان فيه من السياسة، ولكنه بمنطلق أو من يطل على شرفة إنسانية أكثر منها شرفة سياسية، في محاولة للتعميق تتجاوز حدود الهجاء السياسي بكثير. لما حسألك، وده حيبقى سؤالي الأخير ليك، لما حسألك أي قصيدة ممكن نسمعها منك هتكون قصيدة فيها كثير